صافي اخاي بينوكيو ولا بنادم الصاط تخرج موفيز ديالو حنايا جالسين في هاد البيس هذا مازال تنديرو رياكشن راه رياكشن وي راه حنا ما كنعرفو نديرو والو اخويا انت عارف اخاي نونس اللي مشينا خرجنا من البيس راه طيحو فواحد المشاكل لا يحمدو عقبه اخاي نونس دابا انت نشرح لك واحد الحاجه اخاي نونس كاين الدايركتور وداك الشيء فهمتي اللي كيخرج الافلام وداك الشيء وكاين الصاط واحد الخدمه ضروري خصها تكون فهمتي اون باغالي مع الدايركتور هو اللي كيدير رياكشن على الافلام فهمتي ما كاش موري عكسر ما كاين والو حنا يوم النقاد الدراري الفيلم ديالنا هو ديال عادل التاويل عادل التاويل وا الصاد دابا من يوتيوبر الصاد من ايام داكشي ديال الراب كيزيد العشران وفي الليريكس وداكشي المؤلف الافلام الصاد ممثل نهار الله يسعد هذا والله خويا التاويل اللهم بارك الله يزيد الله يعطيك شي تاويل اخويا ديال الخير هادشي اللي نقول لك 1 اكس ب ولاش شحال الفرق بين الفطار تاع هذاك الشيء فلوس معاكم بالمخاين ديالاش 1 اكس ب وغدا كاين الماتش قول لهم اخاي بينوكيو ديال مانشستر يونايتد اللي فيها كريستيانو مع توتنهام وانا كنشجع الساط توتنهام حيت فيها طوط طوطا الساط الارتيست ديالنا الساط ريح اذا تسجعكم انتم تسجعوا توتنهام شتي شنو درت هنايا ولا ما شتيش الماتش اللي كاين غدا ما تنساوش الكود برومو كلشي باش تربحوا 900 درهم على الدخله وليا في اول كومونتير لا دوز حيد عادي التاوي انا مغربي ولكن جيت نخدم في واحد الشركه هنا في تونس ديال اسكيب روم الكونسيبت ديالها غيصرحوا لكم ادخلوا هو خدام في اسكيب روم ولا ما عرفتش انك تكون خدمت وسخر على المدير خويا بيب بيب دوز دوز اخويا سير مونتاج واللي كيهمني في هاد السفيره كامله لتونس هي الخدمه والاكسبيريونس الاكس حابنا يقول الاكس الصاد زعما الاكس ديالو اكسبيريونس بلا اكسون اخويا ستيلا اكسون هاك كيما كتزيد الليريكس الرواب كيقرا ليا كلشي اللي في راسي وعرفني على حقيقتي مزيان عيطت لها في التليفون ودرت معها انطلاقه وكان ما عرفتش نقول لها ما عندي حتى شي فكره شنقول لها شنو دابا بغا يرجع مع صاحبته هذا ولا بغا يرجع مع راك داكشي اللي قلت لك الصاد الاكسبيريونس وجدتي داكشي وصلتك عليه هي موجوده ولكن انت مريض شنو صا علاه شي حشيش وليتي كمي عادي يا خويا عادي غادي بنقول لامك اصبر انت في تونس وحنا في المغرب راه عطاين راه سنيت صحابك دير اللي بغيتي تما ولا في اخر 2021 مارك زوكربيرغ عمل حاجه جاب مارك زوكربيرغ القرقوب يا لا الساط راه مارك زوكربيرغ كيجي استوعبت قلت شي حاجه ماشي انت دخلوا البرد كاين البرد تما ولكن نحن العرب عملنا ماشي قرقوا في الضاد رصاص شوما انسبيرير من سبايدر مان واقيلا ياك اخاي بينوكيو اللي مازال ما تفرجش فيه ولا سبويلر يلا يعطي كونسير ديال الضفا قالك الصاط دكتور سترانج غادي يحل واحد اللعيبه لا لا شير نونو كيفاش نرجع الوحوش لبلاصتهم انه وحش الله يتغنى الضاد انه دكتور اوكس بوبوس دابا هو ولاو عنده مضادر وذنيك واي حاجه تخرجها من فمك لازمها تخرج من عندي قبل فهمتك سمعتك صح كيما الاسكيب روم اسكيب روم الصاط بلاسمود برودوي دابا كيفاش الصاط هذا كيدوي بالدارجه الاخر كيدوي بالتونسيه صرا الحضارات زعما فهمتي يقدرش يكون عشيري تونسي بالرجل بقى يقول لي داكشي ديال الشوالي توزيع الله يريكس اي فرفير الله يريكس يتلي وفالواني حسوب عليك اخاي بيروك حسوب لو قلت والو اخاي عادي انا عارف اللي كنضحك معاه راه دوي معايا داك النهار قال لي ضحك عليه وهذه سندس طفله صاحبتنا باش تتعلم معاها كيف تستعمل لونيك شنو هادي غادي طيحها بالمساعده ديال صاحبه لا موت حال زوين كيما حدا ناقصنا شي موسيقى تخيلي نديرو ذا اذر سايد نتاع ريد هات تشيلي بيبرز تعرفهم تسمعهم والله ما حافظين اخاي بينوكيو شراها شنو برجك يحيى وهوني لازم تلعبها عميق وتفهم لها في الاسترولوجيا ولا هو بغى يدخل معاه لداكشي ديال البروج الله كنامن بزاف بالابراج انا كنموت على شي حاجه سميتها الابراج وانا البرج ديالي الاسد تخيل الناس انا برج البرج ديالي انا هو نقولك حتى انا برج شلاق برج البقره انايا برج القاموس الصاط فراسك الصاط ولات فيا 110 كيلو اخلي على الله شوف خلي داك الجمل راقد 110 كيلو اخي الناس وقعت لك 10 كيلو اخي الناس وتولي في 120 وصلت حديد السرعه اخي الناس صافي ويبدا يشد الرادار الصاط وانستالي ويز باش ما يبقاش يشدني وبسكيله نكمل نشوفو كي ضحكوني دوك اللي كيقول لك البنت اللي كيكون شعرها بلوند خاص يكون عينيها زرقين وما اللي كثار واش في اخبارك بلي اندر سلاله هي هاد العينين العسليين هكا كيجي طيحها عادي التاوي الصاط شوف شوف تعلم كرينجي سين شوف انا اخي عادي التاوي انا مور كيفاش كنطيحو البنات السلام عليكم حالك شاو جارك بحالك خصها تفهمك الا ما فهماتكش اصلا ديك البنت ماشي ديالك انا هاد اليامات جيني بوحنا هناك في اخبارك توا صاحبي الضربه القاضيه
عندي لك واحد المفاجأة. إذا لا مفاجأة شناهي يا خاتم؟ غمض عينيك. شكون باقي الصاد كيقول غمض عينيك في 2000 وشحال حنا دابا 22 ستوبيد. How long, how long? صوت هاد السنة تعيب هاد السنة دي وا تنحس بتاع الكيشة تنحس براسي ماشي هو هذاك كورة ليفرسيدي ربي وزدت عويزة الراس دابا راه عايش معاها ديك اللعبة ديال مزكتيني وهي صوتها الصوت هرس بالجاج مالو هادا شنو ايوا واش هادي اللي على بال كوتشر بامبو انا دابا تعصبت اخينا والناس علاش انا دابا اسكت ولكن يا ربي ما ياكلوش شي طبق ولا شي حاجه لا 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 كوتشر ولا تتاكل غير الماكله ديال الدار ملي طرا لها ديك البران حيت جاتها ازمه نفسيه الصات ودوزات واحد الايام صعاب بزاف حيت لقات ديك الزغبه طرا ما يمكنش الصات واش الزغبه تلقاها في اون طاخت انا خويا الناس نقول لك واحد السر ما عمري كليت شي طاخت خايف انا الصات ما عرفتش شنو هي طاخت تنشوفها في الرسوم المتحركه هو تيقيدو دابا وما عندكش شخصيه اخي عادي الصراحه انا فرحان بزاف ملي شفتك انا الاخر كي غوست رايتي ليه ومن بعد يزيد ليه في كتابه خاين النوز وراه لا 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 لحظه 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 ضيع شويه الوقت بلوفي دار كل شيء موجود عندك على عينك اليسار بلوفي دار اللي عنده بزاف ديال الفروع بزاف ديال الدول فما بيبيسيتي نتاع باراشوت ولا شنو هي حاصير عندهم واحد الاشهار بحال هكا ديال واحد الباراشوت طالع وشتي كتقول بهنا الماركتينغ صاد كوثر بامو هي البنت اللي عندها الصاد الخلفه اكثر من القياس الصاد جبتها كامله خلفها الصاد خصها تضرب التور البنات كيعانيو من الصنطيحه ديالو ياك هادي العكس الصاد كي دخلتني هادي راك تعاني من ما عندوش الصنطيحه لا راه من الشعر الحجبان نيشان راه على ما بالي كانوا ملاقيين ليها وعاد حيداتهم بالله يزير كدا ملي دخلت مع ايموراج يتكلف بها طاليس لا لا مرايد نتايا والله الا مرايد تضحكوا الدراري حنايا فهاد لاسين الضحك عارف الاكس ديالو كتجبدالي راه بحال شي واحد جبدك الاكس ديالو سمح لينا اخاي طالوني راه دابا بدا الجبده خايله ولا ما جبتش ليا الصاط صوفيا طالوني انا ماركتينغ كامل كذوب ترى الحياه كامله غدا بالماركتينغ انت كلك ماركتينغ هاد اللعيبه ديال قدامي مصايبه بالماركتينغ هذا وصل لي انا بالماركتينغ كلشي دابا هي عزيز عليها الماركتينغ ولا هو تيقولها ماركتينغ اوكي ذاتس امبرسيف ذاتس امبرسيف انجليش اي اي لونجلي اي ام امبرسيف الصاد بس عرفتي الجملة قال 16 مليون مرة بس تقدر تنطقها اي ام امبرسيف علما فراسي الصاد هاد السين بقاو فيها واحد اربعة السوايع انت عندك مع لونجلي اوكي سو تيل مي هاو ماتش يو لاف مي وطلقها اول مرة قلت لي تيل مي هاو ماتش يو لاف مي بيروكيو بيروكيو راه كنتي عارفها الصاد راه هي صاحبته قديمة وتفارقوا حيت هو كان تيرياكت على الراب فهمتي هو هي ما كانتش عاجبها داك الرياكشن وموسيقى الزنقة وداك التخربيق دابا مع ربح ساديم كدا تقول واش بغيتو نطارية ما درتي فينا ويلي ويلي الحب لا صافي ولا سي السيناريست ولا شكون اللي كتب هادشي ناري حيدات لي النظاره الصاد بحال اللي شي واحد تيسكيف الزوانات حيت لي الطريفه شنو الرياكشن خي عادي الممثل الصراحة شوف تقول لي لا هادي لا المراحل كنت كنرابي مع توانسة وتأهلت الفينال واحد فيها بخي مزيان أبغى البخي مشيت خدمت في اسكيب روم والفلوس اللي كان كيعطيني كان قلال بخاس كان نولي ماناجر في هاد الخدمة واو اخويا فين غادا ديك السلوكية ديال ايوا زيد ولا في اخبار والديك كوثر بامو فتي بعدا 18 لعام ايوا واش كنتي حلم لا ما تقول لي اش كنتي حلم الصاحب لا عادل ماشي ديالك هادشي عادل عادل اصاحبي عادل اصاحبي وعادل كيحلم الصاد كيقيسوا بعدا حلم ما استحلمش والله حتى يكون استحلم الصاد سوزو ايوا الدراري هذا هو الفيديو يا ربي بارطاجينا عادي التاويل يا سيدي ربي بارطاجيونا طاحنا التفاعل الله يلا حرام هادشي الله حتى غنحبسوا برب على ودكم كوثر بابو عرفتي ما تبارطاجينيش والله يتنمشي عند شي كوافير ونجمع الصغب كامل اللي كاين في الارض ونصاوب به شي طاخت ونعطيها لك تاكليها انا نوريكم انا تحت هو هاو تو بيزيك انا نولي تنجمع 100 كوب فيديو كلشي هذا نمشي نبكي انا
يلا تهلا. صاد درو شنو في نهار كيكونوا دارو هادو حيت ما حداش وصلوا كاع لما تخلي نستخدم الورد اخاين والنوس وي شي الكلمه اللي يقدروا يكونوا دار مارسوا الحب مارسوا الحب الصاطية قال لها تنبغيك قلت لي تنبغيني صافي صحتي انا عقلي واحد شويه موسخ مشى تدويش ياك وانا راه مش عقلي لا 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 ماشي دوي لوف غير مارسوا الحب